السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة فدوى وسام. اليوم ان شاء الله راح نديرو مع بعض طريقة تحضير لي لاصاج تاع سكر غلات اللي نخدمو به الحلويات كيما الكعكعات المخبز، يعني ونستعملو حتى في حلوة الطابع يعني، وبزاف انواع تاع الحلويات. هنا درت جوج مغارف كبار تاع الحليب يكون بارد، ملعقة كبيرة تاع الزيت، هذه باش الكلاصاج يجيك طري، رشة تاع لافاني، ملعقة كبيرة تاع بياض البيض. هنا اللي تبغي تحصل على كميه كبيره تاع لاصاج ضاعف المقادير. هنا درت ملون ابيض، والملون يعني الكولور يبقى حسب الرغبه، ديري اي لون بغيتيه. وراح ندير سكر غلاس او سكر ناعم مغربل، غربلوه لانه فيه حبيبات كما راكم تشوفوا، لو كان نديروه مباشره ما تنجحوش في الكلاصاج. الكلاصاج دائما باش يجيكم طري ديروا له ملعقه تاع الزيت والسكر، دائما تغربلوه لانه راه فيه حبيبات، هكا باش يجيكم الكلاصاج تاعكم ناجح 100%. وهنا نخلط مليح بالفرشيطه ولا بالفوين، هنا خدمت غير بالفرشيطه كما راكم تشوفوا، حاجه بسيطه تحصلت على كلاصاج هايل. هنا درتو في حلوة الطابع، نتوما كي ديروا هاد الكلاصاج في حلويات كيما المخبز ولا الكعكعات، من بعد بيان سور بعد ما ينشف ديروا له البغيون اليمونتير، يزيد يجي يلمع اكثر واكثر. وتنجموا تبدلوا اللون، تنجموا ديروا في الغاز، تنجموا ديروا في البلو، ديروا في اي لون تفضلوه حسب الحلوه اللي درتوها. ونبقى نضيف السكر غلاس بالتدريج حتى نتحصل على غلاساج يعني يكون ماشي خفيف وماشي ثقيل. ودائما غلاساج كي تبغوا تجربوه تجيبوا الحبه تاع الحلوه تغلاصوا غير حبه واحده بعد ما تكون بارده، طبعا تغلاصوا حبه واحده وتشوفوا الى شفتوه خفيف تزيدوا السكر غلاس، ولا شفتوه ثقيل بزاف يعني مباش يهبط من الحبه عليكم غير ديروا قطرات فقط من الحليب، لانه بالخف يخفف، ديري غير زوج قطرات من الحليب يخفف لك الغلاساج. كما راكم تشوفوا هنا راه قوام تاعو مليح، راح نسيه حبه ونشوف الى جات مليحه يعني راح نكمل به. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع غلاصاج وتجربوها. تهلاو في روحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.